أحسن مشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في الموسم الثاني من برنامج ستة ويك. يا عبد المجيد، سيد البيت دار يطلق، ما لازم يطلق يا أخي، ما له حق مروقك يا أخي. ما أقول يا أخي، تساكن لك في أوضة وصالة وبمية ألف دار تموت أنت؟ والله تساكن ملح، 100 مليون دي والله في عالمنا بتاع الإيجارات ده، نحن ذات بقينا بنشتغل ده، ده عربوننا نحن والله. شوف هاي بالمثل، قال لك بالمثل، هاي المثل ده ما يعني، يعني زي ما انتم في الجيش ساكنين في هذه اصل الايجارات فيها طبعا حصلت 300 في الشهر، 400 في الشهر، فانت قاعد تدفع 400 شوف انا قريبك دي، شوف عدل وتمشي تشوف لك فيجي تسكن فيها. ما حبيته اصل هذه البيوت دي ما بيوتوا يتمنوا يتشهوا بطريقته. ما اقول يا في ساكن ب 100,000 وهو يجيب من وين؟ وانا اكل من وين؟ يا زول دي الايجارات بقت عامله كده. اسيت نهايتك دار تدفع كم؟ 200 مليون؟ والله يا صاحبي 200 مليون ده انا اقول لك هاي تسكنك وين انت قايل؟ في الكونيكا، انت ساكن الكونيكا، تمشي تسكن الكونيكا، تدفع بس يا صاحبي، تدفع بس الايجارات كده، عاجبك ما عاجبك، ما عاجبك تمشي تاني للكونيكا، انت تسكن في الكونيكا، امشي اقطع وشك انك 100,000 يا اخو دار تسكن. اصحاب العقارات، الناس اللي عندهم بيوت وعندهم شقق ومأجرين لناس مساكين وموظفين ومدرسين، حقيقة الناس مقدرة إنه الأسعار بقت عالية وأي شيء بقى غالي، لكن كمان أنتوا برضو مفترض تراعوا للناس المأجرين منكم. بعدين ياخدوا 10 سنين يا أخي، الراجل قاعد معاك مأجر ولا الأسر اللي قاعدة معاك مأجرة دي مأجرة لها كم سنة، أولاد زبطوا على المدارس هنا، عملوا علاقات اجتماعية، ولفوا على المكان، بقى عنوان وبقى زي بيتهم، وهو صاح بيت إيجار. ما معقول يا اخوانا زيادة الإيجارات زيادة غير مبررة ما فيها أي منطق علمي، وتمشي لبتاع البيت سيد الإيجار يقول لك أنت شوف الدولار عمل كم، يقول لك الأسعار ما بقت غالية، أي حاجة بقت غالية، فعلا أي حاجة بقت غالية وأنت بتشتري. أنا ذات المسكين المؤجر ده بشتري، خلي يكون في زيادة معقولة أنا أقدر أتحملها وأنت برضو تقدر تساعدك، لأنه أنت مستثمر البيت أو العقار بتاعك ده عشان تعيش منه. لكن الأسعار الزيادة جنونية شديد جدا يا أخي، ما ممكن تكون مأجر بخمسة فجأة بقولك 85 95 200 قروش كثيرة جدا، والمؤجر ما عنده حل غير أنه يرحل. يرحل مش وين؟ ما معروف. الرحول ذاته مشكلة كبيرة، أنت حتفارق جيرانك، شفاك حتغير لهم مدارسهم، علاقاتك الاجتماعية، عنوانك ذاته اللي كنت قاعد تكتب في أوراقك الرسمية حيتغير، عفشك حيتكسر، قصتك حتبوظ. يا تدفع يا تدفع يا بتاع الإيجارات، يا ملاك المباني ملاك الشقق وملاك البيوت أرحموا الناس شوية. يعني يسكنوا وين الناس دي؟ يطيروا؟ مع السلامة، خليك في الكونيكا.